ملف البحث العلمي اللي احنا كنا بنتكلم فيه هو مش بعيد عن فكرة التعليم الفني لا كمان طبعا والمدارس التكنولوجية، صحيح. علشان كده فيه اهتمام كبير جدا بالتعليم الفني في الفترة الأخيرة، وخاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، علشان يكون فيه فرصة أكبر للطلاب اللي عايزين يلتحقوا بالتعليم الفني والتكنولوجي، واللي بيخلق بالتأكيد فرص عمل لقطاع كبير من الشباب. تفاصيل أكتر معانا من خلال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك. يعني في البداية عاوزين نعرف كده من حضرتك، في كم مدرسة خاصة بتكنولوجيا أو التكنولوجيا التطبيقية في مصر يا دكتور؟ حاليا احنا وصلنا الحمد لله لغاية 28 مدرسة. نعم، 28 مدرسة، ده في جميع أنحاء الجمهورية، ده في موزعين على 9 محافظات. تسع يعني محافظات طبعا فقط. طب وباقي طبعا المحافظات؟ إقليم القاهرة الكبرى بيحوز بالنصيب الأكبر، لكن احنا دلوقتي المدارس بتاعتنا وصلت إلى الصعيد وإلى برضو اسكندرية، بورسعيد، السويس، فالحمد لله وصلنا لغاية 28 مدرسة. 28. باشمهندس حازم، طبعا بعد التحية، يمكن احنا بقالنا فترة بنتكلم عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لكن خلينا برضو نعرف السادة المشاهدين، أو يمكن في البعض ممكن يكون غير متابع. عفوا دكتور محمد مجاهد، خليني أعرف من حضرتك يا فندم، إيه هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟ إيه بتعلم ولادنا إيه؟ يعني لو تدينا فكرة يا فندم، وتدي السادة المشاهدين فكرة عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية. هو حضرتك مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي تعتبر يعني نمط جديد للتعليم الفني، نقدر نسميه يعني كأنه تعليم فني نموذجي، لأنه بيرتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل من الفنيين. فبالتالي بنعمل شراكة بين الوزارة كجهة حكومية بتملك المدارس وتملك طبعا عندها مدرسين والطلبة بيتعلموا في هذا الإطار، مع شركات صناعية ومؤسسات دولية. تكون الشركات الصناعية دي أولا عندها اقتناع كامل بأنها تشارك في يعني استثمار رأس المال البشري اللي موجود في مصر، وفي نفس الوقت تبقى كمان بتعد الفنيين اللي هيشتغلوا عندها بعد التخرج. يمكن دي النقطة المفصلية يا فندم في الفرق بينها وبين المدارس الفنية العادية. هو ده بالظبط الفرق اللي انا حبيت اركز عليه، اللي هو الارتباط المباشر بسوق العمل. وطبعا ده بيستلزم الشراكه اللي بيننا كحكومه وبين القطاع الخاص ممثل في راس المال، ممثل راس المال طبعا من جميع الانشطه الاقتصاديه الصناعيه، طبعا اهم حاجه، لكن في حاجات زراعيه، في حاجات تجاريه، في حاجات فندقيه. بنضمن كمان، عشان كده بنقول عليها مدارس نموذجيه او براند جديد يعني للمدارس الفنيه، لازم يكون في معانا طرف ثالث، وهو طرف يكون زي بيهتم بضمان الجوده وبيراقب العمليه التعليميه طوال فترات الدراسه. طبعا دول المدارس دي بتعد ان شاء الله اول ما الطالب يتخرج بتعتمد الشهاده بتاعته وبتعتمد المدرسه، فبيبقى يعني الحمد لله بيبقى يعني عنده سوق عمل كتير، ممكن يشتغل طبعا في مصر، يشتغل عند الشريك الصناعي او عند مظائره او في دول اخرى. طيب دكتور محمد، يعني اللي حضرتك بتقول عليه ده في حد ذاته يمكن حافز اللي انا بربط المناهج بسوق العمل، فبالتالي اصبح عندي حافز لكل المتقدمين ان هو بمجرد ما يتخرج من يعني مدارس التعليم الفني النموذجي هيلاقي فرصه عمل. كلمني بقى عن الاقبال، هل في اقبال من الطلبه على هذا النوع من التعليم، ولا لسه ما زالت النظره الخاصه بالتعليم الثانوي فقط؟ لا الحمد لله، يعني والله احنا ما كناش، السؤال بتاعك ده مهم جدا، لان احنا ما كناش نعرف ان الاقبال هيبقى بهذه الحده. الحمد لله. السنه دي مثلا قدم لهذه المدارس 40,000 طالب، كلهم تقريبا جايبين اكثر من 80%. نعم. ليه؟ لانه لو طبعا عدد الطلاب اللي في كل مدرسه من المدارس دي في كل تخصص ما هوش كبير، لان احنا ما بنزودش الفتره عن 25 طالب. حلو جدا. بالتالي بنعمل امتحانات اولا طبعا. طب من ال 40,000 طالب دول خدنا قد ايه يا فندم؟ خدنا تقريبا يعني مثلا في ال 21 مدرسه في اللي بداوا في يعني في سبتمبر، يمكن نكون خدنا عشرهم تقريبا. عشرهم او اقل من عشرهم، يعني كل مكان بيجي عليه 10 اماكن. نعم. 10 وفكره زي ما حضرتك قلت ان الفصل الدراسي ما بيزيدش عن 25، لان هو تعليم مرتبط بفكره الاستيعاب اكتر من التحفيظ يعني. بالظبط كده، بالظبط كده. وطبعا التركيز فيه زي ما قلنا من شويه بيكون على المهارات اللي الطالب لازم يتمتع بيها،
والمهارات دي ما هيش هي بس المهارات الفنيه، المهارات وطبعا معاها المعارف اللازمه عشان يدخل الطالب يدخل المهاره. ومعاها كمان حاجه مهمه جدا جدا نركز عليها وهي السلوكيات. لان السلوكيات والالتزام بالوقت وتوزيع الوقت والحفاظ على البيئه، الحفاظ على المكان يعني بنخرج شخص مهني ملتزم عارف قيمه الوقت تحديدا، لان الوقت ده بيترجم بعد كده لانتاج. بالضبط كده. وبعدين طبعا لازم يكون عنده المهارات الحديثه بتاعت التعلم طول الوقت، لان هو ده هيطلع يشتغل او يخش الجامعه لسه قدامه وقت طويل لغايه سن فوق ال 60 سنه وهو بيشتغل، فالتكنولوجيا هتتغير، فلازم يبقى عنده القدرات اللي تؤهله ان هو يعني يقدر يكتسب المهارات الجديده بتاعت التكنولوجيات الحديثه. طبعا الاقبال زي ما قلت لحضرتك، يعني كل الطلبه اللي بيخشوا مدارس التكنولوجيا التطبيقيه وبيقبلوا في الاخر بعد النجاح طبعا في الامتحانات والمقابلات الشخصيه والكشف الطبي، كلهم يقدروا يخشوا التعليم العام، لكن الحقيقه كثير منهم بيفضل ان هو يتنمو في مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. هو كمان طبعا في حوافز بتبقى ليهم، الطالب بياخد مكافاه صغيره من الشريك الصناعي طول الوقت شهريا، وممكن يشتغل طبعا في الصيف فول تايم عند الشريك الصناعي، وده بيحصل في معظم المدارس. الحقيقه في بعض المدارس دي بداناها سنه 18، بدانا 3 مدارس وضفنا 8 سنه 19 وضفنا 5 سنه 19 والسنه دي ضفنا 12. بعض المدارس دي خرجت طلبه، ويعني الامثله اللي طالعه بعد الخريجين ما طلعوا، اولا ان هم 80% منهم اشتغلوا في المصنع اللي هم بيدرسوا عن طريقه اللي معاه الشراكه، فدي طبعا مؤشر طيب جدا جدا. وبنحاول دلوقتي نعمل لهم فرص ان هم يقدروا يشتغلوا ويدرسوا في الجامعه في نفس الوقت. هايل. طيب دكتور محمد، لما نيجي نتكلم عن مدارس التكنولوجيا التطبيقيه عندنا 3 عناصر هامه جدا عشان نقدر نخرج كادر مهني زي ما حضرتك تحدثت يا فندم. عندنا المناهج، عندنا المعلمين، عندنا الطلاب. معايير اختيار كل عنصر من هذه العناصر، ان كان تحديد المناهج، ان كان معايير اختيار المعلمين، وايضا اختيار الطلاب. بص حضرتك، هو المناهج طبعا يعني سؤالك في محل جدا. المناهج الدول اللي تقدمت في مجال التعليم الفني والامثله عديده، لما نتكلم على الصين، على سنغافوره، على ماليزيا، على دول وسط اوروبا اللي هي تكونت نتيجه الاتحاد السوفيتي تفككه، كل الدول دي عملت يعني تطور كبير جدا في مجال التعليم الفني. اساس التطور هو في عمل مناهج تتوافق مع احتياجات الصناعه. صحيح. والمناهج دي تكون معتمده على ما يسمى اللي هو اللي انا قلته من شويه، اللي هي تركيبة المهارات مع المعارف مع السلوكيات، دي بتتسمى الجدارات. كلمة الجدارات دي ده الترند اللي موجود في العالم كله. يعني بتسمعي حضرتك انه الصين مثلا اصبحت مركز للتصنيع للشركات الامريكية، يعني الشركات الامريكية اللي عايزة تعمل تصنيع لمنتجات مش عايزة تعمله في امريكا لانه جايز يكون غالي او مش موجود، لكن لعدة عوامل. صحيح. ليه؟ لانه الطلبة في الصين خريجين التعليم الفني متعلمين كويس جدا جدا، ملتزمين بالوقت، يعرفوا المهارات الفنيه المطلوبه، التكنولوجيا بتاعت الثوره الصناعيه. والعدد كبير. المناهج احنا بنعملها مع الشريك الصناعي بناء على منهجيه الجدارات. يعني لما بنيجي نصمم المنهج بنجيب الشريك الصناعي ونقعد نتكلم معاه، وبعدين نطلع المنهج، وبعدين هو يعمل له تحقق ان هو ده طلبه، ده اللي هو عايزه. وده على فكره تطبيق مباشر للماده 20 من الدستور، يعني الماده 20 من الدستور المصري سنه 2014 بتقول ان الدوله ملزمه انها تشجع التعليم الفني بكل انواعه بحيث يتوافق مع احتياجات سوق العمل ويكون حسب معايير الجوده العالميه. فده بالنسبه للمناهج. طبعا بالاضافه للمناهج في كمان التقييم، الامتحانات فيها جزء عملي وفيها جزء نظري. الجزء العملي بنشرك فيه الصناعه. يعني عندنا مثلا احنا المدارس في مجال الحريه والمجوهرات مثلا، ده احد التخصصات اللي ما كانتش موجوده وعملنا بيها مدرسه تكنولوجيا تطبيقيه. ان شاء الله السنه دي هتخرج اول دفعه وهنجيب ناس من بره مصر يمتحنوا الطلبه في المهارات بتاعه تصنيع الحلي والمجوهرات والصيانه. فده بالنسبه للمناهج، يعني بنغير كمان في عمليه التقييم بالذات المهارات العمليه، لان احنا مش عايزين دايما اللي بيعلم
ينفعش هو اللي يبقى مسؤول بالكامل عن التقدير. نعم يعني وبالتأكيد يعني كل المجهودات دي يا دكتور يعني ترجمت لواقع من خلال المدارس اللي منتشرة في عدد من المحافظات، بالإضافة للإقبال الكبير من يعني الأهالي والطلاب تحديدا عليها. دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنشكر حضرتك يا فندم.